العمل التطوعي دور كبير في نهوض المجتمعات، فالتطوع هو باب من أبواب الخير والتي أوصى بها الدين الإسلامي. ومن هذا المنطلق تسعى حكومة المملكة في رؤيتها القادمة 2030 إلى وصول عدد المتطوعين إلى 1,000,000 متطوع. العمل التطوعي هو عمل لوجه لا دون مقابل يعني. وأعرف عن العمل التطوعي أنه بذل جهد في فعل خير، مساعدة الناس عامة. العمل التطوعي من أحسن الأعمال الخيرية، أشوف شيء أقدر أصلحه فأسويه عشان أفيد فيه غيري. التطوع هو مساعدة الناس، وإني أجمع الشخص عشان أساعد المجموعة. هو إنك تبذل الجهد أقصى الجهود لمساعدة الآخرين. بالنسبة لي شيء يعني أفرح واحد ثاني، يعني حتى لو خليت واحد يبتسم ثاني هذا عمل تطوعي. وتقدم المؤسسات التعليمية أدواراً مهمة في العمل التطوعي من خلال طلاب التعليم العام والجامعي ومن خلال منسوبيها من المعلمين وغيرهم. أنا صراحة قد شاركت في عمل تطوعي اللي هو إفطار صائم ومشاركة في سقيا حاج. شاركت في الأعمال التطوعية مثل إفطار الصائم، كسوة في الشتاء، الكسوة في الشتاء، ومساعدة الناس في الأماكن العامة، وإزالة الأذى عن الطريق، وترتيب المصاحف في المسجد، إفطار الصائم، مساعدة الحجاج. يوم رمضان رحت طلعت عند إشارة وأعطيتهم تمر موية وكذا. إفطار صائم في شهر رمضان، وبرضو كسوة الشتاء، وبرضو مساعدة الحجاج. ومن أبرز مجالات العمل التطوعي ما يقدمه الكشافة من أعمال متنوعة في التطوع، ويأتي أبرزها خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج. وتحرص وزارة التعليم في كل عام دراسي أن يكون لها بصمة متميزة في الأعمال التطوعية. لعين التعليم، نصر الميثان، الرياض.